إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل في السر والعلانية، فالمتقون هم الفائزون في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. واحذروا يرعاكم الله، احذروا كل الحذر من الاغترار بالدنيا، فقد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الاغترار بهذه الدار، وأمرنا بالاستعداد لدار القرار. والآيات في التحذير منها ومن الاغترار بها كثيرة كثيرة، من بينها قول الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عباد الله، إن في هذا الحديث الشريف الحث على تقصير الأمل في الدنيا، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر همه جمع جهازه للرحيل. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. طول الأمل يا رعاكم الله داء عضال ومرض مزمن، متى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، إنه طول الأمل. قال القرطبي: حقيقة الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والإعراض عن الآخرة، وأصل الأمل طبيعة جبلية وغريزة بشرية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وفي رواية: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. قال ابن حجر: لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش، ولا طابت نفسه في عمل، وإنما المذموم الاسترسال فيه وعدم الاستعداد للآخرة. وقصر الأمل يقوم على أمرين: اليقين بزوال الدنيا وفنائها، واليقين بإقبال الآخرة وبقائها. يقول الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول الشنقيطي: وهذه أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل. وجاء في الأثر: أزهد الناس من لم ينس القبر والبيلة، وترك زينة الدنيا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، وعد نفسه من الموتى. والأجل أقرب من الأمل عباد الله. فعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. قال العلماء: وفي الحديث إشارة إلى قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، أي بيتا خصا لنا، أي بيتا من خشب وقصب، فقال: أي يرقع في بيته. فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى، أي قد قدم وقد بلى، ونحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، أي الموت أقرب من فناء بيتك. ومن قصر أمله قل همه، وتنور قلبه، وتلذذ بالطاعة، واستراح بالقناعة. لقد أتعبتنا الدنيا بهمومها. يقول الفضيل بن عياض: إن الشقاء طول الأمل، وإن السعادة قصر الأمل. فطوبى لمن أخذ العبرة وفاضت منه العبرة والحسرة لأرباب الغفلة. فلينظر العامل عمله، وأين المؤمل وما أمله. يا معشر العباد، أين الآباء والأجداد
وأين المرضى والأصحاء والعواد؟ أفضوا إلى ما قدموا، الموعد يوم الميعاد، والملتقى يوم التناد، يوم ينفخ في الصور وينقر في الناقور. عبد الله، السعيد من وعظ بغيره، وإذا ذكر الموت فعد نفسك منهم، وإذا ذكر الموت فعد نفسك منهم، وخذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك. واعلم أن الناس مغبونون في اثنين، في الصحة والفراغ. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وكلما قصر الأمل جاد العمل. كم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. ومن رأى أجله ومسيره أدرك حقيقة الأمل وغروره. ومن أنفع أيام المؤمن ما ظن أنه لا يدرك آخره. وبطول الأمل تقسو القلوب، كما قال الله: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وجاء في الأثر: أربعة من الشقاء، جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. والانغماس في الآمال من أخلاق الفجار. يقول عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال المفسرون: فيه تنبيه أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين، والأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. يقول الله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال الحسن: زين لهم الخطايا ومد لهم في الأمل. وطول الأمل عباد الله علامة العجز والكسل. يقول صلى الله عليه وسلم: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال ابن القيم: المتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فالتمني رأس أموال المفاليس، ولا يرضى بالأماني إلا ذو النفوس الدنيئة. وطول الأمل مادة كل فساد ومفتاح كل شر. قال ابن الجوزي: لولا طول الأمل ما وقع إهمال أصلا، فإياك والتسويف، فإنه أكبر جنود إبليس. ومن عجائب الصالحين في الجد والعمل وقطع الأمل والكسل ما قاله أبو زرعة: ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثت نفسي أن أرجع إليه. وقال بعض السلف: ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. وقال أحدهم: قد استعددت للموت منذ 30 سنة فلو أتاني ما أحببت تأخيره. وقصر الأمل مفتاح الاستعداد للآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: قصر الأمل هو العلم بقرب الرحيل، وهو من أنفع الأمور للقلب، فهو يبعث على انتهاز الفرص ومبادرة الأعمال. فليس للعبد أنفع من قصر الأمل، ولا أضر من التسويف وطول الأمل. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسيء صلاته إلى أنه إذا أراد أن يحسن عمله فليصلي صلاة مودع. ولله ذر القائل: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صدوق العمل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد عباد الله، يقول ربكم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فحسنوا أعمالكم وقصروا آمالكم ولا تؤخروا التوبة، فإن الموت يأتي بغتة. يقول الحسن: يا ابن آدم، إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغد، وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. يقول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فبادروا بالصحة سقمكم، واحفظوا أمانة التكليف لمن ائتمنكم. لا شيء أقل من الدنيا، ولا شيء أعز من النفس. فاقنع بالكفاف، وصن نفسك بالعفاف، وقف متدبرا في حالك، فالمؤمن وقاف. عبد الله، أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. واعلم أن الرضا في طاعة ربك، فلا تحقرن من الطاعة شيئا،
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والسخط في معصية الله عز وجل من أشقى الطرق، فلا تستصغرن من المعاصي شيئا، وأشرف الأوقات ما صرف في طاعة الله. ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. والنفس إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بما لا ينفع، والقلوب كالقدور تغلي بما فيها، والألسنة مغارفها، والذنوب مفسدة القلوب. والقوي من داوم على الطاعة، والضعيف من غلبته محارم الله. والعمل بضاعة الأقوياء، والأماني بضاعة الضعفاء، والتؤدة مستحسنة في كل شيء إلا ما كان من أمر الآخرة، وعجلت إليك ربي لترضى. والبركة في أكل الحلال والعمل الحلال، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، وخزائنه لا تنفد، فهو الرزاق ذو القوة المتين. والصدقة تدفع البلاء، وما نقص مال من صدقة. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ والقناعة كنز لا يفنى، وراحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. والمهزوم من هزمته نفسه، ومن لم يرضى بالقضاء فليس لحبه دواء. والعيش مضمون والرزق مقسوم، والهموم لا تدوم. ومن أراد أن تدوم له السلامة والعافية من غير بلاء، فما عرف التكليف ولا أدرك التسليم. والخير كله في الرضا، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فإن استطعت يا عبد الله أن ترضى وإلا فاصبر. والرضا يكون بسكون القلب تحت مجاري الأحكام. يقول حاتم الأصم: نظرت في أحوال الخلق، فإذا الذي أحببت من الناس لم يعطني، والذي أبغضته لم يأخذ مني، فقلت في نفسي: من أين أوتيت؟ فرأيت أني أوتيت من قبل الحسد، فطرحت الحسد، فأحببت الناس كلهم، فكل شيء لم أرضه لنفسي لم أرضه لهم. انتهى كلامه. ومن عرف شأنه حفظ لسانه، وأعرض عما لا يعنيه، وكفى عن عرض أخيه، ودامت له سلامته، وقلت ندامته، وصفي له فؤاده. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، والمهاجر من هاجر ما حرم الله. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. وأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وصانع المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكأ. يا عبد الله، علق قلبك بربك وثق به، وخذ بالأسباب، وليكن زادك القناعة والصبر والشكر والأمل مع إحسان العمل وإحسان الظن وإحسان النظر. وليكن زادك الوقوف عند الحق وعدم تجاوز الحد، والحرص على الورع طاعة لله ونفعا للنفس وقياما بالمسؤولية. ومن سلك ذلك حسن إيمانه واجتمع عليه أمره، فلم يكن لوقته مضيعا. ألا فاتقوا الله جميعا عباد الله، ولا تكونوا كأصحاب نفوس قست قلوبها وغلظت أكبادها وعظم عن آيات الله حجابها. فلا تعتبر ولا تذكر، فإن أقواما جاءتهم آيات ربهم فكانوا منها يضحكون، وأراهم ربهم آيات كل آية أكبر من أختها فكانوا عنها معرضين. يا أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ختم الله لنا ولكم بالحسنى، وأطال لنا ولكم الأعمار في الحسنى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهديني وإياكم إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.